هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للداخل على المجلس، إذا كان في هذا المجلس علماء وطلاب علم وعامة وبينهم حديث، فهذا الداخل هل يسلم ويجلس أو يدور عليهم بالسلام لكل واحد منهم؟ أفتونا بالتفصيل في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا شك أن المجالس لها آداب، فإذا دخل الإنسان وهذا المجلس مجلس علم ودرس فإنه يجلس ويستمع ويؤجل السلام إلى بعد الفراغ، وكذلك إذا كان المجلس مجلس حديث لأن يتحدث واحد والباقون يستمعون، فإنه أيضا يجلس ولا يسلم حتى يفرغ الكلام. أما إذا كان الكلام متوزعا بين الجالسين فإنه يسلم إذا دخل، على العموم ويخص من يريد أن يسلم عليه وحده. نعم.